فيما يتواصل باقي أفراد العمل نشاطهم وتعاونهم الكبير نراه في مدينة تجارت ليس فقط اليوم بل منذ أول يوم وطأت أقدامنا هناك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. بخير. الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك فيك. حاتم تجيني هو اللي بعثني هنا. مرحبا بكم. الله يسلمك. مرحبا بكم. ضل دوسول فايونس قال لي حاتم. ما يقدرناش أنا. مرحبا بك. دبر راسك. مرحبا بك. دبر راسك ضل دوسول فايونس لي سانيتير. مرحبا بك. مرحبا بك. نحن من بالي خويا. يا خويا إن شاء الله متهني. شوف المرأة حبت فايونس مارون شوكولا. مش عندك مارون شوكولا. هذا هو التضامن الذي يلخص تلاحم الجزائريين من طرف كل فئات المجتمع، فالكل يتضامن. ليتواصل العمل الجد والإتقان وليماسون يقومون بتلبيس الجدران وإنهاء كل ما يتعلق بتلبيس الجدران قبل وصول الإسمنت المحضر لوضع الأرضية. قاعدة صحراوية بغابة عمي صالح تحت أنغام درويش الذي يعد من أهم فناني المنطقة أدخلنا في الجو الصحراوي والعادات التي ألفها سكان المنطقة والتي أعجب بها الفريق كثيرا، فهذه الأجواء لا نعيشها إلا في جنوبنا الجميل والساحر.